السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نيم ستيت اند كويشن بليز. ماي نيم از شيهاب فروم بنغلاديش. ما شاء الله، بنغلاديش، ما شاء الله. هاو ار يو براذر شهاب؟ الحمد لله ام جود. هاو هاو كان ار يو؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد. هاو كان اي هيلب يو براذر شهاب؟ اوكي، كان اي هاف تو كويشن؟ يس يو كان، بيكوز يو ار فروم بنغلاديش يو كان. اوكي، سو ماي فرست كويشن از وين ذا مؤذن جيف ذا اذان اوف فجر هي سيز ذات الصلاه خير من النوم. What should we reply of that? You should repeat, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that when you hear the muaddin, say exactly like he says. With the exception of hayya ala salah, hayya ala al-falah. You say la hawla wa la quwwata illa billah. So the same ruling applies to anything that the muaddin says. If he says الصلاة خير من النوم, you say الصلاة خير من النوم. You getting that? Okay.